ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. طبعا حضراتكم عايزين تعرفوا ضيف النهارده هو نجم متميز جدا على شاشه القناه الاولى، بيقدم برنامج رقم 10. رقم 10 ده ايه في حياته؟ اكيد حضراتكم عايزين تعرفوا. الراجل ده بيحب المطبخ بما ان هو رياضي وبيفهم في الكوره، اكيد بيحب الاكل، بس يخش المطبخ يلعب الله اعلم. احنا هنعرف دلوقتي مع بعض نجم النهارده وضيف النهارده بنشوفه دايما على شاشه القناه الاولى، النجم كريم رمزي. اتفضل يا كريم. يا حبيبنا. حبيبي يا غالي. يا حبيبنا، اهلا وسهلا. ايه الحلاوه دي؟ قالوا لي ده بتحب الاكل قوي. ماشي حبيبي، اخبارك ايه؟ بوسه. كله تمام؟ كل سنه طيب يا حبيبي. كل سنه طيب وخير. اتفضل حبيبي، عامل ايه؟ قول لي. انا بحب ملعبك. ايه اللي ملعبي؟ المطبخ. لا ده اخر حاجه ممكن تبقى ملعبي. لا والله انا هنا باضعف لاعب في العالم. في المطبخ خلاص. كلامك بصراحه يعني جاي لك دغري. تعالى بقى دغري. انا جاي لك دغري عشان نتكلم في التفاصيل. جاي لك دغري من الاول عشان ما تختبرنيش. عشان ما تقوليش اصل ده ايه وده ايه، مش هعرف اي يعني حاجه. يعني انت مش هتعمل لنا المنيو النهارده؟ هساعد. ده انا جايب شويه حبيش كده بتنجان بتشوفه كل يوم على عربيه الفول. طبعا لا لا انا فاهم اللي موجود. بس هيتعمل ازاي؟ هو ده فيش اكيد يعني فيها حرفنه شويه. طبعا. شيف حريف. حضرتك مش انا حبيبي. يعني مش انا. معانا كبده فراخ عظمه، هنعملها بدبس الرمان. ياه مفيش بعد كده حلاوه. طعم حاجه كده في مزازه. انا بحب دبس الرمان ده يتحط على اي حاجه. والفتوش بالذات على السلطه. طبعا من غير الفتوش تحس ان الفتوش يتيمه. والله. ايوه بلاش طعم. والله بس عارف انا احب السلطه او الفتوش او اي حاجه من غير الاضافات. من غير يعني ما احبش عيش. ما احبش فراخ. ما احبش جمبري. احب السلطه خضار بطبيعتها. خضار بس. هو ده. حقيقة انت ليك في الفيجيتيريان اكتر من اللحوم والفراخ. قوي رياضي طبعا. أوي. لازم الاكل الهيلث والصحة. انا ممكن اعيش اليوم كله بسلطه بجد. حلوه. مفيش مشكله. مفيش مشكله بالعكس ده احسن حاجه. السلطه ممكن تحط عليها صدر الدجاجه حلو، ممكن تحط عليها شويه بس انا بقى انا الفكره السلطه بالنسبه لي سلطه خضر. سلطه خضر. ممكن اكل اكل جنبها. بس ما يبقاش في حاجه فوق السلطه. طماطم وخيار وخس. وخس وجزر. وجزر. يا سلام حبيبي. يا سلام. طيب معانا عدس بقى. انا هعمل النهارده البصاره. بما ان العدس ده من الاكلات الموثقه من ضمن الاكلات الشعبيه المصريه، فدي بص في اي مكان العدس الاسمر ده، والعدس ده من ارض مصر. انا عايز القران الكريم اللي قال يعني مش محتاجه توثيق. عايز اقول لك القران موثقها طبعا. عايز اقول لك مفاجاه. دي من اكلاتي المفضله من ايد امي بجد. والله حبيبي. العظيم يعني بالمناسبه بقالي كتير قوي ما اكلتهاش. بقى هقعد معاك هنا لحد بعد الفطار النهارده كلها مع بعض. هناكل دي. ده بيتعمل كذا حاجه. ممكن يتعمل مجدره. يتعمل مدردره. يتعمل بصاره. يتعمل في شوربه الحريره. يتعمل شوربه. حاجات كتير. يتعمل برجر. حاجات كتيره يعني. خطير انت برضه حبيبي. خطير. وعامل لك امر الدين النهارده مهلبيه. بما انك انت بتحب المكسرات. يا سيدي. مكسرات بروتين غير مشبع. بروتين. امن طبعا. اذا كان اللوز ولا الفستق. ولا بس مش كتير. الزبيب. مش كتير. مش هكتر لك. لا انا اقصد بشكل عام نقول للساده المشاهدين مش كتير. شويه يقول لك ايه المكسرات هيلسي وما فيهاش مشكله. لا لا. بس الكتير منها كل 2 كيلو فستق بالظبط كده. ايوه يقول لك طب وقعدت تتابع كريم بقى لغايه الساعه 2 بالليل. الله ينور عليك. يقول لك هيلسي عادي فكل 2 كيلو بس. كوبايه شاي كوبايه قهوه يا باشا. بالظبط.